many will bismillah ar-rahman ar-rahim. Today we are going to talk about Unit 3, Improving Lives, Dear Students in the First Year Secondary School. Today we are going to talk about Unit 3, Improving Life. Today we are going to talk about important vocabulary. هنتكلم على الفوكابلري المهم في هذه الوحدة اللي موجودة عندنا. وبص كده معايا في البداية كلمة American. American طبعا دي عبارة عن كلمات بنسميها الناشوناليتي. الناشوناليتي اللي هي الجنسية بتاعته، ودي طبعا انها عبارة عن adjectives يعني صفات، وهنعرف طبعا في درس خاص هنتكلم فيه عن الadjectives وانواعها. Australian ده الاسترالي، writer وهو الكاتب وجاءت من الفعل write، was born قلمك في ايدك، في was born in، was born on، was born into. لو حد بيكتب ورايا تاني was، وفي ناس منطقها was، was born in، was born، was born in، was born on، was born into. was born in بيأتي بعدها السنة الـ year اللي اتولد فيها الإنسان، وممكن البليس المكان اللي اتولد فيه. يبقى اذا عند حضراتكم هنا بنتكلم على was born in، ياتي بعدها السنه او ياتي بعدها المكان اللي انت اتولدت فيه. was born on، on ياتي بعدها اليوم الذي ولدت فيه. was born into ياتي بعدها family، نوع العائله. was born into a rich family، a wealthy family، a poor family يعني اتولد في انه نوع من العائله. prison، prison وهو السجن. prison وبنقول عليها ممكن تاخد كلمه prisoner، prisoner وهو السجين، prisoner وهو السجين. وفي طبعا imprisonment اللي هي عمليه السجن نفسها، انك بتسجن احد. بص الكلمه اللي جايه دي وبص نطقها وهنعيدها، هي مكتوبة عند حضراتكم D-E-B-T تنطق debt. البي ما تطلعهاش في بقك يعني debt. debt. وفي الأمريكان يقولوا debt. debt. البريطانيين يقولوا debt. الأمريكان يقولوا debt. البريطانيين يقولوا debt. في عندنا هنا طبعا في عندنا debt. debt. وهناخد ليها مشتقات بعد شوية، بس مش عايزين نستعجل الكلام. ستيل اللي هو يسرق، يسرق خلسة، اللي هم اللصوص دول اللي هم بيسموهم يسرق خلسة. لكن لو كانت السرقة عن طريق سطو فبنسميها روب، وهنشوف مشتقاتها بعد شوي. هذا الفعل ستيل وهو فعل الريجولار فيرب يعني فعل شاذ، ويبقى الماضي بتاعه ستول، والتصريف الثالث ستولن. ستيل، ستول، ستولن. سيف ده اللص، وهنديكم كمان انواع من اللصوص هتاخدها في لانجويج نوتس. سامري الملخص، وده ممكن يطلب منك في الامتحان يعني رايت ا سامري، جيف ا سامري، طبعا امبرايف ووردز في كلمات مختصره اعمل ملخص. جس، وده اللي بيعتمد الامتحان بتاعنا برضو على جزء كبير بيجي في الامتحان، انه بيطلب منك الجيسنج، بيطلب منك التخمين، انك تخمن مجموعة من الكلمات. يعني مش لازم كل كلمة تأتي في الامتحان تكون حضرتك عارفها أو شفتها. work طبعا هنا work house اللي هي بيسموها الإصلاحية، احنا مجازا بنقولها عندنا هنا الملجأ، لكن هي الإصلاحية اللي هم ده عبارة عن place مكان بيقوم بتربية الأولاد اللي هم ما لهمش يعني أب أو أم، الورك هاوس اللي بيتربوا فيه. مانجر اللي هو المدير، مانجر المدير الإدارة. وتلاقي كمان في كلمة تانية بيسويها اسمها دايركتور، دايركتور، دايركتور. كيدناب، كيدناب هنا ده اللي بيخطف الأطفال، كيدناب، كيدناب بيخطف. في طبعا حاجة تانية اسمها هاي جاك، هاي جاك، هاي جاك ده أخينا ده اللي بيخطف، يخطف الطيارات السفن وهكذا. الذي يقوم بعملية الخطف بنسميه كيدنابر، 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 حتى جاءت من كيد اللي هي للطفل يعني كيدز يعني. اسينشري
ده a period of 100 year ده century قرن يعني عبارة عن فترة زمنية فترة زمنية بتاخد 100 عام. في عندنا تاني نشوف العمود التاني عشان ما نطلعش وننزل كل شوية improve وده الفعل من كلمة improvement الفعل من كلمة improvement ومعناها التحسين وهنا هنا بمعنى يحسن criminal criminal وهو المجرم وطبعا بتأتي من كلمة crime crime اللي هي الجريمة burglar burglary burglar البرجولار ده لص طبعا هنا ده بيسطو على المنازل البرجولار ده البرجولار ده حرام البيوت يعني لص المنازل عملية السطو نفسها بيسميها برجولاري يهرب اللي هو escape وتأخذ حرف الجر وتأخذ حرف الجر from escape from shot بيطلق النار يطلق رصاص من بندقية يعني from يعني a gun with a gun في shout oh you بدل oh oh تبقى oh you والثانية بمعنى يصيح بيعلي الصوت يعني clerk ده بيسموه موظف وهي درجة قليلة في الوظيفة clerk وساعات بيقول هذا الموظف هو اللي بيقوم بالأعمال الكتابية adopt بص الكلمتين دول adopt يتبنى ممكن يتبنى طفل ممكن يتبنى فكرة يعني معناها ان هو ياخد الفكرة دي وينميها ويحاول يعمل عليها adapt جاءت من كلمة adaptation اللي هو التكيف والموائمة والملائمة اللي بتاخدوها في البيولوجي في درس الأحياء effect طبعا معادة كثيرا اللي هو التأثير وان الفعل منها affect وكلمة effect خلي بالكم بتساوي كلمة impact لو انتم فاكرين وكان في طبعا في كلمه ثانيه influence reader اللي هم القراء make money اللي هو يغتني يعني make money يعني بيحوش فلوس او بيصنع فلوس يعني معناها بيتحول من poor to rich third column اللي هو عندنا العمود الثالث earn وخدنا قبل كده الفرق بين كلمه earn win وgain earn win وgain ونصحصح الناس ونشوف مين يقول لي الفرق بين كلمة earn win وgain مين الشاطر اللي معايا الفرق بين earn win وgain ها مستر تفضل مش earn اللي هي مش earn اللي هي يكسب من عمله ايوه ايرن ليفنج يكسب من عمله يعني معناها والكلمه ايرن بتاتي مع الماني تاتي مع المال تمام وكلمه وين اللي هي يفوز بجائزه يكسب بشيء مس جائزه ايوه برافو يا ايمان انت وطه يعني هنا معناها وين يفوز بشيء من خلال منافسه تمام وكلمه جين يكسب شيء معنوي يكتسب شيئا معنويا وتاتي مع الوزن تمام او كده النص صحيح طيب كلمة أسليب كلمة أسليب يا حضرات حضراتكم مين يقول لي كلمة أسليب اللي عندنا دي عبارة عن noun or adjective دي أسليب دي noun ولا adjective اسم ولا صفة adjective طيب ماشي أسليب تمام What is the verb? الverb يعني الفعل من كلمة asleep. What is the verb? Sleep. تمام. What is the past tense of sleep? Slept. تمام. The police. هذه الكلمة. The police. singular or plural مفرد ولا جمع ذا بوليس مفرد بس جمع عملت الجمع جمع بس بتعبر عن يعني مفرد بس هي جمع يعني هي فعلا هذه كلمه مفرد يعني هي فعلا تعامل معامله الجمع هي كلمه زبور تمام طيب ماشي كلمه زبور وزريتش
دي عبارة عن ايه؟ كلمة زبور وزريتش اللي هي بيساوي ايه زبور دي؟ في قاعدة حضراتكم اخدتوها في المرحلة الاعدادية لما كان يقول لك ذا بلس ادجكتيف، يعني ذا زائد صفة equal تساوي a group of people، مجموعة من الناس. فكلمة the poor تساوي poor people، poor people. يبقى كلمة the rich تساوي ايه؟ rich people. rich people، برافو يا ولام، صحصحها معايا. طيب rich people فعلا. كلمة group احنا عارفينها كتير طبعا، كلمة group هي المجموعة. go wrong، go wrong، بص كلمة wrong هنا اللي موجودة عندنا، هذه الكلمة هتلاقي أولها في W، والW هنا اللي موجود عندنا silent يعني عشان جاء بعدها حرف الـ R. go wrong، go wrong، يعني هنا هنا كلمة wrong، go هنا بتساوي كلمة become كأنه أصبح. go wrong يعني تحول من شيء من صورة الأخرى، wrong طبعا معناها أن هي خطأ أو تالف، فكلمة go wrong بمعنى يتعطل. تعال بص كده عندي فيه كلمتين free time و leisure time، يعني ممكن تحط كلمة time هنا جنب كلمة leisure هنا. free time و leisure time دول اتنين بمعنى وقت الفراغ، وممكن ازود لك كلمة تالتة اسمها spare time، كلمة تالتة spare time طبعا اللي احنا بنتكلم عليها. here from here of، ايه الفرق بين الاتنين؟ قبل ما اخش على الجزئية دي، ايه الفرق بين كلمة here و listen؟ listen، ايه الفرق بين هير وليسن؟ هير وليسن هنا هير يسمع، انما ليسن يستمع بلغتنا احنا يتصنط يعني. طيب يعني هسمع طبعا، في كمان ناس تاني بتفسرها في بعض الكتب لما تقراها تلاقيها بتفسر بطريقه اخرى. ايه الطريقه الثانيه اللي بيفسروا بيها؟ يقول لك ان كلمه هير يسمع بدون قصد، انما لسن يستمع بقصد. يعني حضراتكم انا وشغال في الشرح، انتوا الان لسن ولا هير؟ لسن لسن لسن. اه اوكي، اقول لكم مثال عشان ما تنسوش، وخاصه البنات. يعني مثلا لو عندنا ايمان وماخده صاحبتها نهى وبيتمشوا في الحوش، فطبعا بسمعوا ولا بتحكي لصاحبتها بتقول لها انا امبارح اشتريت فستان عادي، والناس كلها بتستمع بتسمع بتصير فستان يعني مش مشكله. فهنا هم الان هير بيمشوا خطوه، الا لقوا ولاء بتقول انا اشتريت فستان ب 5000 جنيه، راحوا واقفين ورميين ودانهم. يبقى الخطوه الثانيه بيجوا هير، لا ليسن ليسن. اه المره الاولانيه كان listen. يستمع ايه بدون قصد، لكن المره الثانيه قال لك تعال نشوف البيت الفشاره دي بتقول ايه، 5000 دي جابته من فين. دي الايه المرحلة الايه الثانية. تعالوا بص بقى عندنا كلمة here from و here of، يعني ايه؟ قال لي عند حضرتك مثلا بنسأل أسامة فين محمد محمود؟ قال لي انا today I don't hear from him، انا النهاردة don't hear from him يعني هنا لم اتلقى اخبار عنه، يعني النهارده ما كلمنيش، ما سمعتش عنه خالص، يعني النهارده ما كلمنيش خالص وما اعرفش اي اخبار عنه. دي اسمها هير فروم، لم اتلقى اخبار، بس الشخص ده انا اعرفه بس النهارده ما كلمنيش، او من مده ما كلمنيش، او من فتره ما كلمنيش. لكن لما اقول لك يعني do you know، what do you know about نيلسون مانديلا، انت ما سمعتش عنه، فتقول I don't hear of him، يعني انا عمري ما سمعت عنه، يعني معناها ان انا ما اعرفش حاجة عن هذا الشخص. فاذا here from يعني هو لم يتصل بي، لم اتلقى عنه اخبار، ما اعرفش عنه حاجة النهاردة، ما سمعتش عنه شيء. لكن here of لم اعرف اي معلومة عنه. تعالوا نبص على الكلمة الجديدة وهي كلمة الامتحانات اللي هي كلمة brainstorm. brainstorm لو انا هذا الكلمة دي بنسميها اللي هو اسم مركب، اسم ايه مركب، هذا الكومباوند ناون، هذه الاسماء المركبه طبعا لها انواع كثيره. هنا تكون الاسم المركب من تو ناونز، من اسمين، من اسمين تكون منهم البرين ستورم او هذا هذه الكلمه. لو انت مسكت الكلمه الاولانيه برين ويقصد بها المخ، ولا ستورم هي العاصفه، فتسمى في بعض الكتب بيسموها العصف الذهني.
العصف الذهني. لو عايز تاخد لها معلومة تانية، العصف الذهني. واحد يقول لي ايه العصف الذهني ده؟ انا مش عارف. عارف خلي بالك يعني، حتى هو ترجمناها ترجمة عشان تبقى قريبة لسنة اولى، يقول عليها يفكر بإبداع. يعني بني آدم كأنه بيبقى عنده أفكار كثيرة جدا، ويعني بيطلع دي بنستخدمها احنا كطريقة من طرق التدريس. بعد ما بنشرح لك موضوع معين وبنبدأ نسألك أسئلة ونشوف كل واحد كمية المعلومات اللي ممكن تصل إلينا من خلال فهمك. يعني مثلا احنا بدأنا نشرح لك عن موضوع عن فيروس كورونا مثلا، وبعد كده بدأنا نسألك وكان يتوك اباوت كورونا فيروس، ممكن تكلمنا؟ فبدأت بقى كل واحد كمية الكلام اللي هو ممكن يقدمه. واحد هيبقى هيقول كلمتين، واحد يقول جملتين، واحد يقول ثلاثة، واحد يقول أربعة حسب المعلومات. واحد هيقول لي هي كذا، والتاني يقول دي العدوى منها من كذا وبتسببها كذا ونعالجها بكذا وانتشرت في بلدة كذا وانتشرت في بلدة كذا والبلد الكذا فيها كذا حالة. ده اسمه بقى بني آدم بيبدأ ويبدأ يقول لي وأنا يمكن أن أتقدم إليكم باقتراحات للعلاج من هذه لهذا الميكروب وكذا وكذا وكذا. هذا البني آدم بنقول عنه حصل له برين ستورم، عصف ذهني. بدأت إيه؟ كأنه الأفكار نازلة من دماغه كأنها عاصفة نازلة على الورق أو على لسانه وهو يتحدث. العمود اللي هو الفورس كولم، العمود الرابع اللي عندنا اللي احنا بنشاور عليه ده اللي عند حضراتكم، العمود الرابع ده كرول. كرول كرول هو البني آدم القاسي اللي ما عندوش رحمة، وجاءت من كلمة كروليتي 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 وهي القسوة نفسها. اكسبلين اكسبلينيشن اكسبلين اكسبلينيشن يشرح الشرح اكسبلين اكسبلينيشن. ولو أخذناها وقلنا the noun of person يعني الشخص الذي مرتصل باللو نقول عليه الذي يدرس اللو، شغلته الجوب محامي يعني in English in English لورا مستر لورا. برافو برافو ماجستريت. ما طبعا ماجستريت ده كان هناك في العهد البريطاني، احنا عندنا هنا بنسميه اللوير. وطبعا ممكن انت تاخد الجادج. عارفين الجادج هو مين؟ جادج اللي هو القاضي، اللي هو القاضي. وقال ماجستريت اقول له صحيح، ما اقدرش اقول له غلط. ريورد تكلمنا عنها الكثير مش عايز اعيد تاني. سيربرايز طبعا كلكم سيربرايز عارفينها المفاجأة. وكلمة يفاجأ أو يندهش، بص الكلمة الثانية كلمة فولنتيري. يقول لك ده هو بني آدم فولنتير 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 فولنتيري. طبعا فولنتيري ده هنا اللي هو عبارة عن الأدجكتيف الصفة. ممكن أقول إيه فولنتيري وارك، فولنتيري وارك يعني وارك. هنا بنقول عليها العمل التطوعي. فولنتير هو الشخص الذي تطوع. كلمة سولف، سولف يعني يحل. What is the noun of solve؟ عايز الاسم من كلمة solve. الاسم من كلمة solve. سمى مثلا. No no no. فين فين أسامة ومحمد موسى الشطار بتوعنا والبنات راحوا فين؟ solution. solution. excellent excellent. الناس اللي حل دي تستاهل دي. تمام اوكي. طبعا دي تلين النهار بتقولوها. كلمة بلان 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 لو حطت لها اي في الاخر تكون ايه؟ طيارة بلان بلين طائرة. طائرة بلين بلين بلان بلين بلان بلين. في طيب انا في طبعا حاجة تانية لو حطنا لها اي بتبقى بلين برضو، بس مش عايز يعني نتكلم عليها. طبعا هي حطنا لها طيارة ممكن ممكن يطير ماشي. بلانينج هو التخطيط، سجيشن هو الاقتراح، وده كلام تم الكلام عليه من قبل. تعالوا احنا اتكلمنا على كيدنابر وسنشري ابلي. شايفين كلمه ابلي اللي هنا عندنا دي اذا جاءت فعل فهي بمعنى مين؟ اذا جاءت يلعب. يلعب واحد يلعب، وبعد يلعب في حاجه ثانيه تشغيل او يشغل بلاي ميوزك يشغل اغاني
play music. Play the piano. Play the piano. يعزف. اه كده يعزف. اما اذا جاءت ناون وحطنا لها الا في اولها يبقى تحولت من verb ايوه into noun معناها ايه؟ المسرحي. معناها المسرحي. سيفز اللي هي the plural of سيف جمع كلمه سيف. commit. commit دي بنستخدمها مع الكرايمز. commit بنستخدمها مع الكرايمز. كرايمز اللي هي ايه قلنا حضراتكم فاكرين؟ اللي هي الجرائم. وكلمه commit ايوه وهي معنى يرتكب الجريمه. next door الناس اللي ساكنه جنبكم نسميها next door اللي هو معناها بالجوار. expert اللي هو الخبير. خدناها في الحصه الاولى كلمه expert. ما هي حروف الجر التي تاتي مع كلمه expert؟ on on و in. وفي بعض الكتب اضافت at كمان. وورس أسوأ. وهتحدث على هذه الجزئية بالذات لما نتكلم على الصفات وهقول لك احنا ليه بنقول كلمة وورس دي. مش عايز استعجل الأحداث. ترين إذا جاءت اسم. ترين إذا جاءت اسم فهي بمعنى قطار. وإذا جاءت فعل يكون معناها إيه ترين؟ إذا جاءت فعل النقل. نعم النقل أو ينتقل. نقل وينتقل. طيب نفكر تاني. وترين في الجيم بنعمل ترين. ترين تدرب. يا تدرب. تمام. ترين لها معنى تاني. طيب ترينر المطر. مش رين. ترينر. ترينر متدرب او مدرب. المدرب نفسه. مدرب اسمه ترينر. نما تريني احط لها اي اي. تريني اللي هو ده مين ده؟ المتدرب. المتدرب. اي اي تبقى مدرب. اي ار فكرني بكلمه ثانيه. مين لو بني ادم ذكي عنده برين ستورم ها؟ موظف. برافو يا ايمان. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ايمان. فعلا كلمه امبلوي وامبلويي وامبلوير بتدي نفس الكلام. وليكي مني هديه يا ايمان دي. تمام 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 جدعة بنت إيمان. برافو عليك. كلمة مورالز. مورالز اللي هي طبعا أتمنى طبعا أن أقول لكم عندكم إن شاء الله الأخلاق اللي هي الحياة اللي هي الفضائل. تيجي مورالز تيجي معنى الأخلاق وتيجي معنى الفضائل بسبب فيرتشو. أدلت اللي هم الكبار والبالغين. أنهبي غير سعيد أو تعيش بسبب كلمة ميزرابل يعني. كرايم الجريمة. سند أوي. سند أوي اللي هو يطرده بعيدا. رانوي طبعا بيهرب. في عندي كلمة مين حاجة رئيسية ودي بيسألنا عليها في الامتحان. What is the main idea? What is the main idea? What is the main idea? الفكرة الرئيسية. Character الشخصية. Journalist طبعا معروفة اللي هو الصحفي. وطبعا لو حد بيدرس عند حضراتكم لغة فرنسية هتلاقي في حاجة اسمها الجورنال. جورنال فرنساوي يعني ما خدتهاش اللي هي الصحيفة. وجورناليست اللي هو الصحفي. بوكيت. بوكيت اللي هو الجيب. شايفين ده اسمه الجيب اهو. ده الجيب ده اسمه البوكيت. ولو قلت طيب بوكيت ماني. بوكيت ماني جايب النقود. جايب النقود. محفظة. الوالد محفظة. بوكيت ماني هي الفلوس اللي بتكون مع حضرتك في جيبك. المصروف بتاعك يعني. البوكيت ماني اللي بتصرف منه. الريست طبعا يقبض عليه. هذه كلمة روب وهنشرحها بالتفصيل. كلمة روب مش هنستعجلها. انتروديوس اللي هو بمعنى يقدم. ممكن يقدم فكرة. ممكن يقدم بيكتب مقدمة. بيقدم شخص لشخص يعني عرفك بفلان بيعمل عملية انتروديوس. والاسم من كلمة انتروديوس ايه يا سنة أولى؟ الشطار بتوعنا فين؟ الاسم الاسم من كلمة انتروديوس. تاني نفكر تاني. الاسم من كلمة Introduction. عاش أسامة عبد المتجلي من السد العالي ولا عبد المتجلي. إن شاء الله تتجلى إن شاء الله وتاخد يعني حتة كده صغيرة عشان خاطر الحبايب. برافو عليك. Factual. Factual واقعي. جاءت من كلمة Factual. جاءت من كلمة إيه؟ Fact. وهي الحقيقة. برافو. Structure هو التركيب. Think of. تمام.
هذه الكلمة sink يمكن أن تأخذ ing؟ محمد محمود عشان انت الفتح المايك ينفع يا مستر امتى؟ انا قلت لحضرتك لما تكون اسم لما يكون معناه يفكر انما لو كان بمعنى يعتقد ما تاخذ برافو يا ايمان تمام اورفان اللي هو ايه؟ اللي هو اليتيم نيفيو اللي هو ابن الاخ ابن الاخ خلاص اللي هو بيسموه نيفيو والنيس ابنة الأخ دي اسمها ده نيفيو ده النيس روبر ده اللص الذي يقوم بالسرقة والسطو طبعا باستخدام الأسلحة والعنف كلمة رابري اللي هو السرقة بالعنف رياليز وخدنا الفرق بين كلمة رياليز وريكوغنايز من قبل تاني نكمل هنشوف وصل عند حضراتكم الديفينيشن اللي موجود عندنا ادي الديفينيشن وهو التعريف اللي احنا بنتكلم عليه كلمة كريمينال مين هو الكريمينال لما اجي انا اعمل له عملية تعريف لكلمة كريمينال قلنا a person who commits a crime commits what's the meaning of commit لسه واخدينها يرتكب excellent يرتكب الجريمة برافو برافو عليكم السنة الاولى ان شاء الله المجموعة دي هيطلع منها يعني ناس كليات القمة كثيرين جدا إن شاء الله هي عندي بارجولاري بارجولاري ده اللي هي كلمة بارجولاري دي the crime of entering a building بص الكلمة اللي جاية دي في حاجة اسمها legal legal يعني قانوني illegal غير شرعي وغير قانوني فما أقول illegally يعني بطريقة يدخل المكان بطريقة غير شرعية to steal things لكي يسرق الأشياء steal to make things نعم أيوة سام قول كلمة illegal تاني اجيبها لك من الأول illegal يعني شرعي أو قانوني legal أسف illegal يعني شرعي أو قانوني illegal غير شرعي وغير قانوني يعني كلمة legal من أول L-E-G-A-L دي شرعي أو قانوني لما أجي أنا أعمل لها عايز أجيب الـ opposite أو أجيب الـ antonym بتاعها أقول illegal illegal I-L أضف لها I-L غير شرعي أو غير قانوني illegally يعني غير شرعي وغير قانوني طريقة غير شرعية أو غير قانونية to steal things steal to take things from someone or a place without permission or paying لما تأخذ حاجة من شخص أو من مكان بدون ما تستأذن أو تدفع ثمنها فأنت طبعا سيف بتعمل ستيل سيف مين السيف ده؟ A person who steals something from another one or a place الحرام الشخص اللي بيسرق الشيء من مكان بص الكلمة اللي جاية نقاها ازاي؟ إن فاكرين احنا قلنا عليها بنقول عليها in that or in debt البي ما تنطقهاش in debt قلنا دول امريكان in debt اللي هم البريطانيين اللي احنا بندرس لغتهم when you owe money to someone يعني انت لما تكون مديون in debt يعني انا ما يعني هنا بربنا ادم مديون يعني في دين عندما تكون مديون بمال لشخص ما journalist ده someone who writes for newspaper الشخص الذي يكتب للايه للجرائد novel ده اللي هي الرواية A story about people that are real يعني بكتب قصة عن يعني عن أشخاص حقيقيين يعني ما لأن في حاجة اسمها fiction دي هناخدها برضو بتساوي كلمة story وقيل أنها عن الشخص اللي بيكتب عن شخصيات غير حقيقية prison a building where people who do something wrong are sent يعني المكان الذي يرسل إليه مبنى بنرسل إليه الشخصيات التي تقوم بأشياء خاطئة moral ده listen طبعاً اللي طبعاً هي listen تنطقها كده في ناس بيقولها listen ما عندنا مشكلة to be learned from a story هنا كلمة moral دي لها معنى تاني وتاخدوها في اللغة العربية اسمها المغزى أو الدروس المستفادة يمكن دي اللغة العربية وضحتها أكثر اللي هي بمعنى المغزى أو الدروس المستفادة اللي هو to be learned from a story اللي بنتعلمها من القصة choice ده اختيار
a decision to choose one يعني قرار انك انت بتختار شخص يعني شيء or a person rather than another تختار واحد عن الثاني او شيء عن الثاني ده بنسميه choice اللي هو الاختيار. اخر كلمه في هذه الجزئيه اللي هي كلمه reward. reward طبعا to be given something اللي هي معناها يعني يكافئ something good for something you have done حاجه انت عملتها كويسه بنعمل لك كلمه reward. وقلنا في فرق بينها وبين كلمه award لما تكون الهديه من جهه رسميه او شيء انت مكلف به واتقنته وتفوقت فيه فبتبقى award يعني زي جائزة نوبل مثلا زي حضرتك لما تطلع الأول على الثانوية العامة. لكن المكافآت البسيطة اللي توجد من جهة غير رسمية يعني مثلا لو والدك ادالك مكافأة احنا بنقول عليها هنا reward غير كلمة award. تعالوا بينا حضراتكم نشوف مجموعة من prepositions and expressions اللي هي قلنا عندنا حروف الجر والتعبيرات. حروف الجر والتعبيرات حروف الجر والتعبيرات يعني عدنا دي البريبوزيشن البريبوزيشن اند اكسبريشنز حروف الجر والتعبيرات. هذه هذا الجدول بيشمل هاف براذر هاف براذر هاف براذر ده اللي احنا طبعا مش نص اخ ده مش معناها نص اخ ده بنسميه الاخ غير الشقيق يعني يعني مثلا بيكون مش مشتركين في الاب او مش مشتركين في الام يعني مثلا اخوك من ابيك او اخوك من امك ده بيسميه هاف براذر. get into that get into that او that قلنا معناها يقع فين في الدين. خلي بالك من حرف الجر اللي موجود عندنا اهو او خلينا احنا مع السهم اللي هو كلمه into. خلي بالك من حرف الجر into ما تقولش in تقول into. children's labor labor اللي هو طبعا في طبعا الحزب الليبرالي لو تسمع عنه هذه كلمه labor اللي هو معناها العمال. فطبعا children labor اللي هو الناس اللي بيشغلوا الاطفال الصغيرين. sent to prison دي سهله. commit a crime break into break into break into دي من كلمات الامتحان اللي هو معناها يقتحم مكانا بالقوه. break into the bank break into the house يقتحم المكان. البريك ان طبعا ممكن يعني اللي هو عمليه الاقتحام البريكنج ان اللي هو الاقتحام نفسه. في ناس كثيرين بيقول لك طب ايه الفرق بين انتو وان بس وانتو وان بس. قلت لك الحاجه لما يبقى فيها موفمنت موفمنت يعني معناها تغير من حاله الى حاله. بريك انتو كان خارج المكان واصبح داخله اقتحم. onto كان في مكان واصبح في مكان اخر يقول لك onto. hear from وhear of او about احنا اتكلمنا عليها. think of وthink about. violent robbery اللي هو جاءت من كلمه violence العنف. violent اللي هو العنيف robbery. the moral of the story اللي هو مغزى القصه او الدروس المستفاده. brainstorm اللي قلنا بيفكر بابداع العصف الذهني. brain بص الكلمه الثانيه برين درين برين درين الكلمة دي يمكن لأول مرة تعدى على حضراتكم. برين درين برين درين اللي هي بيسموها هجرة العلماء. يعني هجرة العلماء يعني لو كان العلماء اللي ما يلاقوا الناس مش يعني بلدهم زي عندنا أحمد زويل لما يجي طبعا الناس البلد اللي بتقدروا بتقدر مثلا هي كده تهيأ له الجو اللي هو ممكن يتعلم فيه هاجر وترك البلد كلها دي اسمها برين درين. criminal act وقلنا كلمة act ده عبارة عن عمل معناها عمل. أو طبعا ولو خلي بالكم كمان وكلمة act جاءت منها كلمة actor اللي هو الممثل نفسه أو actress الممثلة. adopt a project adopt وقلنا في فرق بين adopt و adapt. adopt اللي هو يتبنى هنا لم يتبنى طفلا ولكنه تبنى مشروع. وفي كلمة adapt اللي يتكيف. go wrong و do wrong go wrong يعني اصبح فاسدا اصبح لا يعمل فقلنا عليها انه تحول فقلنا go wrong يعني يتعطل. do wrong يعني يقوم بعمل شيء بالطريقه الخاطئه do wrong. طبعا هنا ايه fall asleep اتمنى ما يكونش حضراتكم حد فيكم الان fall asleep يكون نام. fall ill اللي هو يمرض. cruel to يعني مثلا نقول cruel to the children يعني هو قاسي على ما تقولش on تقول to. crawl to
هنا قلنا علينا ان هو في اللحظه دي اللي هو قاسي على اورفانتيج اللي هو ملجا الايتام. الملجا اسمه الاورفانتيج وكلمه لاسفاس اورفانيج. اورفانتيج دي حاجه ثاني خالص. اورفانيج اللي هو ملجا الايتام ده الكلمه اللي احنا اتكلمنا عليها اورفانيج اللي هو ملجا الايتام. الكلمه فولنتير وورك. فولنتير وورك اللي هو العمل التطوعي. وميك ماني مش يغني يغتني. ومن هنا نبدا ننتقل الى الجزئيه اللي احنا منتظرينها كلنا على احر من الجمر اللي هي اللانجويج نوتس. اللانجويج نوتس اللي هي قلنا عليها اللي هي عندنا الملاحظات اللغويه اللي من خلالها بنستطيع نعرف المعاني مختلفه لكلمات مختلفه. ان شاء الرحمن انا بجهز لحضراتكم فيديو هتشوفوه. طبعا لاحظوا ان الحلقه بتاعت النهارده دي اللي احنا هناخدها انا هعمل لها مونتاج وهسجلها وانزلها برضو عندكم عشان تذاكروا بناء على طلب بعض الطلبه. بسجلها اهو دلوقتي ان شاء الرحمن وبعد كده هعمل لها مونتاج وانزلها على الجروب بتاعنا عشان تستفادوا منها. وانا هنزلها على القناه بتاعتي عشان تبقى فايده لكل الناس اللي عايز يطلع. ويا ريت اللي هيخش على الجروب على القناه بتاعتي يعمل اشتراك ويعمل لايك على اساس ان لما تنزل اي حاجه اليوتيوب يبلغك بيها على طول. اوكي؟ لما خلاص لو محدش عمل اشتراك يبقى اعمل اشتراك. لما الفيديو لما تفتح الفيديو اسمها القناه طبيعي. نعم؟ اسمها القناه. لما انت في الفيديو انا بنزل الفيديو على شفت الفيديوهات اللي نزلناها على الجروب بتاعنا؟ ايوه. لما انت هتخش على الجروب مش بيدخلك على اليوتيوب؟ ايوه. هتلاقي تحت الفيديو في كلمه اشتراك. اهدي القناه بتاعتي لما تدوس على كلمه اشتراك وتفعل الجرس هتلاقي على طول انت اي اشعار ده هتلاقي اسم القناه هناك. وهو طبيعي هيخاطبك يقول لك قناه مستر عبد الدائم اديوكيشن بعت لك هذا الفيديو. لما ماشي على طول. خلاص كلام لكل الناس. كما دام انت اتكلمت معايا يا عبد الله خلي بالكم الاستاذ بتاع الفيزياء وصل المدرسه وهيبدا يوم السبت ان شاء الرحمن. الأبلة حنان هتشتغل كيمياء لو حد حاجز كيمياء الساعة 10 أبلة حنان كيمياء هتبقى شغاله عندنا. والأبلة جهان هتشتغل بس مش يوم السبت. أبلة جهان هتحدد لكم هي بتاعت الاحياء. يبقى عندنا الفيزياء والكيمياء والاحياء هيشتغلوا خلاص يوم السبت. الكيمياء هتبدا. الفيزياء الاستاذ نجار طبعا جبناه من مدرسه احمد طه حسين ومدرسه عوض السيد جاء عندنا على اي مستوى؟ نعم ايوه ايمان على اي يعني دول تقوية. الناس الحاجزة مجموعات تقوية في المدرسة. الناس الحاجزة مجموعات تقوية في المدرسة. الكيمياء والفيزياء والأحياء هيشتغلوا. والرياضة كمان يوم السبت برضو لو حد حاجز رياضة عند الأستاذ خالد برضو يوم السبت الساعة 9. الرياضة يوم السبت الساعة 9 والكيمياء برضو بعد مباشرة. بس هم هي طبعا عايزين أول يوم بعد كده هيظبطوا المواعيد مع الطلبة. عبد الله وطه لو كانوا هم بتالي كان بيسألوا على المجموعات التقوية. يعني هتيجي يوم السبت لو حد حاجز رياضة يجي الساعة 9 وحاجز كيمياء يجي الساعة 10 والفيزياء طبعا احنا ان شاء الله والاحياء دول لما نيجي للمدرسة ان شاء الله يوم الاثنين هنبلغكم بالمواعيد ان شاء الرحمن. اوكي تمام وهنبدا. تمام استاذ. نعم خلاص عبد الله. تمام بوب. تمام يا شيخ. ماشي فهمت. يا ده حاجز يوم السبت. تمام الله يفتح عليك. وهنبدا الان تاني باللانجويج نوتس. بص كده معايا هذه الافعال وركز معايا تركيز قوي جدا شويه. بص كده سي يرى هير يسمع ووتش يشاهد. تمام هذه الافعال يمكن ان ياتي بعدها اما مصدر بدون تو او ياتي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. تمام وبين الاثنين طبعا بين الفعل وبين الفعل والفعل ده هيكون بينهما الاوبجكت يعني المفعول به. لكن هل هناك فرق في المعنى؟ يعني هل انا بمزاجي اشتغل بمزاجي اكتب كده بس؟ قال لي لا انت حسب ما انت المعنى الذي تقصده. قلت له ازاي؟ قال لي حضرتك سي يرى لو انت شاهدت الحدث من بدايته الى نهايته فبتستخدم الفعل في المصدر بدون تو. واكرر واعيد عشان لما نحل بعد شويه بدون تو. لو انت حضرتك يعني رايت جزءا او سمعت جزءا من الحدث يعني ما جيتش من الاول
هنا بنستخدم الفعل المضاف له اي ان جي. مش فاهمين يا استاذ؟ قال لي حاضر هنفهمك تماما. قلت له ماشي. قال لي مثلا هنا ايه انت مع كده ايه نهى طلعت في دماغها وقالت هغني. غني يا عم حاجة نهى. طيب وبعد ما غنت لو انت سمعت نهى دي من ساعة ما قالت يا ليل يا عين لغاية ما الناس ضربوها بالطماطم يبقى انت في اللحظة دي هتستخدم بعد سي او هير او واتش الفعل في المصدر بدون تو لانك استمعت من النهاية من البداية الى النهاية. حضرت البداية يعني. لكن لو انت حضرتك جيت بعد ما هي بدأت بعد فترة يعني ما بدأتش من الاول بتستخدم الفعل مضاف له ING. مثلا I saw my friends play football. ده معناه ان حضرتك شاهدت اصحابك هما بيلعبوا كرة القدم من ساعة ما نزلوا الملعب لغاية ما خلصوا الماتش. I heard her singing. انا سمعتها تغني. يعني انا ما سمعتش من الاول. When I passed her house وانا معدي قدام بيتهم. يعني مجرد ايه سمعت لك يعني كوبليه ولا جزئية جزء من الاغنية وقلت الحمد لله ما سمعناش الكل ومشيت على الباقي. ده امتى استخدم سي وهير واتش لما يأتي بعدها الفعل في المصدر بدون تو يبقى اذا انا في اللحظة دي حضرت الفعل من بدايته. اما لو اتيت بعد البداية اخذ الفعل مضاف له ING. ادي كلمة اندت. قلنا اندت او اندت البي ما تنطخهاش وده بيساوي كلمة indebted, indebted أو indebted. indebted أو indebted هنا في اللحظة دي بمعناها مديون. الكلمتين دول بيساوي بعض معناها مديون. He was in debt as he borrowed a lot of money. لأنه استلف فلوس كتير فأصبح مديونا. ما الفرق بين كلمة arrive وreach؟ وفي كلمة تانية اسمها getto. بس احنا النهاردة بنتكلم على arrive وreach. واحد. كلمة الرايف اللي حضراتكم موجودة عليها بص المعلومات اللي هديها لك على هذا الفيرب the verb arrive. هذا الفيرب arrive أولا هو فعل لازم. يعني فعل لازم يعني فعل لا يأتي بعده مفعول به ولا يحول للمبني المجهول. الفعل arrive فعل لازم. الناس اللي بتكتب ورايا دايما قلت لك سجل المعلومات الصغيرة دي في الحتة البيضة اللي موجودة هنا. يعني بيقول لك أنا مثلا كتيجي هنا كده في اللحظة دي وتروح عامل لحضرتك مربع وتكتب فيه تقول الفعل arrive. هذا الفعل فعل لازم وفعل لا يأتي مع يعني ايه لازم يعني لا يأتي بعده مفعول به ولا يحول للمبني للمجهول. طيب مال ايه؟ قال لي الفعل الرايف كمان ليه خصائص. ايه الخصائص؟ انا كاتب لك حتى تحتيها كمان لو انت ملاحظ خلي بالك كاتب لك كلمة فعل لازم عشان نفسر لك يعني ايه فعل لازم يعني لا يأتي بعده مفعول به. ولكن علشان لازم يأتي بعده احد حروف الجر الاتية اما ان واما ات. اما ان وإما آت. إن لو أنت تأتي بعدها مكان كبير هي arrived مثلا هي arrived in Cairo ده بلد هي. لكن لو كان المكان صغير هي arrived at cinema مكان صغير سينما فاستخدمت معها آت. أما الفعل reach هذا الفعل reach اللي موجود قدام حضراتكم ده الفعل reach ده اللي انتوا شايفينه ده هتلاحظ أنه موجود عند حضرتك زي ما انت شايف فعل ما بسميه فعل متعدي. ده الفعل ريتش ده فعل متعدي. يعني متعدي يعني لازم يأتي بعده مفعول به لكي يعطي معنى ويحول المبني المجهول. هتلاقي عكس كلمة الرايف معناها يصل برضو بس هنا معناها فعل ريتش يصل وهو فعل بسميه فعل متعدي يأتي بعده مفعول به ويحول للمبني للمجهول. زي كلمة I reached Cairo, I reached the top, I reached my goal. بس لاحظ انه الرايف استخدمت معها حضرتك بريبوزيشن حرف جر لكن ريتش ما فيش معها حرف جر. وكلمة ريتش ممكن ان تستخدم كاسم ونسميها الوصول. كلمة ريتش هل هي كلمة ريتش بتستخدم ماديا يعني لازم اصل الى مكان ما؟ قال لا ده انت ممكن تستخدمها معنويا. قلت له ازاي استخدمها معنويا يا استاذ؟ قال لي تستخدمها حضرتك معنويا انك بيقول I reach my goal انا وصلت لهدفي. I reach وصلت تحققت هدفي هنا هذا الكلام. بص ها الكلمتين كلمتين quiet 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 quit quiet quiet quit quiet اللي فيها مد دي معناها هادئ
وعندنا كلمة quite اللي بتتاخد بخطف كده إلى حد ما، وده حال. quit اللي هي يغادر أو يهجر أو يزوغ زي ما بيزوغوا من المدرسة. وحتى في الألعاب اللي أنتوا بتلعبوها عند حضراتكم هناك ممكن إنك أنت بتستخدم برضو الفعل خروج من اللعبة. لكن أنا هتلخبط بين الكلمة الأولانية دي، هتلخبط بين دي والكلمة اللي هي دي هنا. فبنقول لحضرتك بص كده، اللي الإيه بتاعتها في الداخل فهي الهادئ، والإيه بتاعتها في الخارج فهي إلى حد ما. كأنه بنقول إن اللي بتحضن الإيه في الداخل، اللي بتحضن الإيه في الداخل فهي هادية، فبنستخدم بتبقى كلمة كوايت، وكوايت اللي هي إلى حد ما بترمي الحاجة بره أو الإيه يعني. The class is quiet، الفصل هادي. The tree is quite tall، هنا في هنا بنقول عليها إلى حد ما. لو لاحظتوا إنه هنا كلمة quiet صفة بتوصف هنا اللي موجود عندنا الفصل، لكن هنا الحال ده بنسميه adverb of the degree، يعني أحوال التدرج، يعني هو عبارة عن طويل إلى حد ما. He has decided to quit smoking، كان بيدخن وقرر أنه هو يترك التدخين أو يقلع عنه. في عندنا جزئية تانية، عبد الله بطل لعب. He is good at و good for و good to، كم حاجة دول؟ ثلاثة. good at معناها جيد في، good at معناها جيد في أهي، وعكسها bad at، وعكسها bad at. وممكن good at بنستخدم بدلا منها brilliant at، ممكن نستخدم بدلا منها brilliant at، brilliant at يعني برضو جيد أو حاد فيه، وعكسها bad at. وممكن تبقى worse بس لو أنت بتعمل مقارنة، بس مش عايز أدخل دماغكم في حاجات كتيرة تاني. good for، good for تساوي useful for، أو كمان بتساوي كلمة suitable for. يعني هنا هذا المكان good for your health، جيد لصحتك، مفيد لصحتك، مناسب لصحتك. good for. good to معناها طيب مع، طيب مع، طيب مع. kind with. he is good to the poor. he is good to the poor. هو عبارة عن طيب يعني مع الفقراء. decided. في decided to وفي decided on. decided to يأتي بعدها الانفينيتيف، يعني يأتي بعدها الفعل في المصدر. أما decided on ده هنا معناها كلمة يحدد أو يختار. decided on choose. she decided on her goal، اختارت أو حددت أهدافها. كلمة mistake لا تأخذ do ولكن تأخذ make. make a mistake زي الموسيقى كده، make a mistake، make a mistake، made a mistake، makes a mistake، making mistake، وهكذا. الفرق بين let و allow وجاءت للمرة الخمستاشر. let معنى يسمح بي، let بمعنى يسمح بي، let بمعنى يسمح بي، و allow بمعنى يسمح بي. في طبعا permit اللي هي جاءت من permission، يأذن برضو، خل تبع allow تسوي allow. let الفرق بينهم الاثنين يأتي بعدهم مفعول به، ماشي. الفرق قال لي ان let يأتي بعدها المصدر بدون to، لو لاحظت كده هتلاقي اتى بعدها المصدر بدون to، انما allow يأتي بعدها to زائد المصدر. let يأتي بعدها المصدر بدون to، انما allow يأتي بعدها to زائد المصدر. he let Oliver stay، هذا الفعل stay اهو، الفعل stay، وانما الفعل مصدر بدون to، لما allow قال to go، to go استخدم تو زائد المصدر. الفعل تيك لاحظ برضو، ها جاء بعده مفعول زي اللاو، وجاء بعده تو زائد المصدر زي اللاو، لكن كلمة تيك هنا بقى حضرات مش معناها يسمح بي، لا معناها يستغرق، معناها يستغرق. هاتي بعدها مدة، هو it takes me، لقد استغرق مني an hour، هي مدة مفعول به، وبعدين زمن to finish my homework لكي أنهي عملي. help 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 برضو يأتي بعدها مفعول به، لكن عندك بقى حلين براحتك، تستخدم مصدر بدون تو ماشي، المصدر بتو ماشي، والمعنى واحد، والمعنى واحد. can you help me clean،
طيب انا اتوقف هنا. لو انت عايز تزود هزود لك معلومه، هزود معلوماتك تاني برضو. الفعل هل، وتعمل حضرتك كده مربع في الحته البيضه الحلوه كده عندك في المذكره بتاعتك اهو كده، وتعمل عندي وتقول في عندي كمان هيلب مفعول به وز. هنكتب من الشمال لليمين هيلب زائد مفعول به، هيلب زائد مفعول به زائد وز زائد اسم. يبقى اذا لاحظت حضرتك لما استخدمت تو جبت المصدر، لكن لما استخدمت وز استخدمت اسم وراها. قلت ايه انا؟ هيلب مفعول به وز اسم. لكن لو انا استخدمت، بص الثانيه بقى، هيلب ان زائد اسم، بالتعبير الثاني هيلب ان زائد اسم، ما استخدمتش هنا مفعول به، هنا ما استخدمتش مفعول به، فقلت هيلب ان زائد اسم مباشره. يبقى اذا هيلب مفعول به مصدر او تو زائد المصدر ويساعد في لكي يفعل كذا. هيلب فلان ويز، يعني اي هيلب ماي سن ويز هيز هوم وورك، انا ساعدته في الواجب بتاعه. اي هيلب ان ذا هوم وورك، انا ساعدته في الواجب دون ان اذكر المفعول به. الفعل سبنت اللي موجود عندنا، الفعل سبنت ده، الفعل سبنت اللي شايفينه حضراتكم ليه معنيين، اما بمعنى يمضي او يقضي اذا جاء بعده تايم، اذا جاء بعده تايم فهو يقضي. وي سبند لاست نايت واتشينج، اذا جاء بعد سبند مفعول به وكان تايم 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 يبقى اي ان جي. اما اذا كانت بمعنى، اما اذا كانت بمعنى، يعني الفعل سبند هنا بمعنى يقضي او يمضي، عرفتها لانه جاء بعدها تايم. اما اذا كانت بمعنى، بمعنى ينفق، ينفق يعني يصرف فلوس، اذا جاءت بمعنى ينفق مالا ياتي بعدها on زائد ing او اسم. اقول I spend the money on eating، بصرف فلوسه على الاكل. I spend the money on books، بصرف فلوسي على الكتب. فاقول spend money on اسم او ing، وسجله انك هتحتاجوه بعد شويه في الحل. يا مستر ممكن تعيدها تاني؟ ممكن تعيدها تاني؟ بتاعت سبند ولا مين؟ ايوه سبند. تمام، سبند اللي موجوده قدامنا، هنعمل مربع كده حلو هنا ونقول سبند، هنكتب معادله من الشمال لليمين، هنكتب معادله نمشي بالاتجاه كده اهو كده، يعني نمشي كده. سبند الاولانيه بمعنى يقضي او يمضي، زائد زائد تايم وقت، زائد ing، زائد ing، يبقى زي الكلمه دي. وي سبنت لاست نايت واتشينج تي في، قضينا الليله الماضيه نشاهد التلفاز. الثانيه اللي عند حضراتكم هكتب سبند تاني، بس اكتب عليها المره دي ينفق، يصرف فلوس، زائد ماني، زائد ماني money فلوس، زائد on زائد ing، زائد on زائد ing، زائد on زائد ing. تمام يا ولاء؟ تمام يا مستر. جميل خالص. تعالوا حضراتكم، في عندنا في بعض افعال الحواس، تمام، واحده واحده. تست يتذوق، سمل يشم، فيل يشعر، سي يرى، هير يسمع، ساوند يبدو، لوك ينظر او يبدو. هم هنا دول اذا جاء، لو انت بتكتب اذا جاء بعدهم، طبعا هنا ايه صفات، إذا جاء بعدهم صفات فهو هنا كلهم يكونوا بمعنى يبدو. ف the flower smells good، the flower smells good. هنا إيه طبعا ممكن تقول الوردة رائحتها جيدة، وممكن تقول إنها تبدو جيدة. glass feels smooth، مش الجلاس هو هنا بمعنى يشعر، لا ده هنا feels بمعنى يبدو.
أو ملمسه، يبدو ملمسه. سموث يعني ناعم. You look cheerful today، مبتهج، تبدو اليوم مبتهجا. فلاحظوا حضراتكم إن هذه الأفعال اللي أنا اتكلمت عليها دي كلها إذا جاء بعدها صفات فهي بمعنى يبدو. الفرق بين كلمة رب وستيل، هنا يسرق بالإكراه مستخدما العنف والقوة. ستيل طبعا هنا تعالى بص، طبعا المعنى الأساسي اللي هو بمعناها يسرق خلسة. حتى بعض لحظات لو انت حضرتك رحت فرح وتأخرت بالليل وجاية خايفة طبعا اللي في البيت ايه يسمعوك، تروح داخلة تسحبي، هنا بيقول ستيل، يخش يسحب، يخش يسحب كده اللي هو كلمة ستيل. لكن ماذا يأتي بعدهم؟ ماذا يأتي بعدهم؟ هنعمل حضراتكم مربع في الحتة البيضة الحلوة دي كده ونكتب اللي احنا هنقول عليه. ستيل يأتي بعدها الشيء، يأتي بعدها الشيء المسروق. كلمة ستيل اللي هي دي، اللي هي دي اهي، دي اللي أنا عايله يعني. يأتي بعدها الشيء المسروق، اهي كلمة ستيل دي، يأتي بعدها الشيء المسروق. زي some thieves stole three cows yesterday، سرقوا ثلاث بقرات. أما كلمة رب اكتب معادلة، اكتب معادلة، رب زائد مفعول به زائد of زائد الشيء المسروق. تاني، رب دي لها معادلتين، لها جملتين، رب أتى بعدها مفعول به ثم of ثم الشيء المسروق. عايز تكتب مثال اكتب ورايا. The thief اللي هو اللص robbed me، robbed يعني هنا كلمة robbed تكررها، يعني مش عارف تكتب كلمة robbed، اهي اهي كلمة robbed لو مش عارف تكتبها. robbed me of my money، the thief robbed me of my money. دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية بتاعت رب، المعادلة الثانية بتاعت رب، رب زائد المكان المسروق، رب زائد المكان المسروق. زي المثال اللي مكتوب عند حضراتكم، the thief اهو المثال ده، the thief robbed the bank، سطو على البنك. بعد كده عند حضراتكم في كلمة اسمها as وكلمة اسمها like. كلمة as يعني ك، ويأتي بعدها طبعا وظيفة. I work as a teacher، أعمل ك وتعبر عن حقيقة، I am a teacher. إنما like معناها مثل، وهو تستخدم في البلاغة للتشبيه. He works like a machine، هو يعمل مثل الآلة، لكنه ليس بآلة، ليست حقيقته آلة ولكني أشبهه بالآلة. ده الفرق بين as تعبر عن شيء حقيقي، ولكن like تستخدم في البلاغة بمعنى يشبه أو التشبيه. كلمة share اللي احنا قلنا عليها share in، يشارك في، share in بتساوي ايه؟ take part in. share in تساوي take part in، بتساوي take part in. في حاجة نوعها؟ بتساوي participate in. لا سيبك participate بقولها بعدين. طيب كلمة divide يعني يقسم. The class is divided into two groups. يعني هنا the class is divided into two groups. يعني انقسم the class
divided into the class divided into طلعت ليه برا يا عبد الله the class divided into two groups يعني الكلاس انقسم الى مجموعتين وصلت يا عبد الله the class is divided into two groups احنا زي ما قلنا الفيديو ده هنسيفه عشان لو حاجه فاتتك ممكن تلاقيها على الجروب ده في ايه الفرق بين كلمه in the end و at the end of in the end دي بتساوي كلمه finally finally خلي بالكم finally ودي لا ياتي نعم يعني معناها في النهايه او اخيرا انما ات ولا ياتي بعدها اسم يعني بيجي بعدها جمله كامله لكن ات ذا اند اوف ياتي بعدها اسم ات ذا اند اوف ذا اكزام ات ذا اند اوف ذا اكزام يعني في نهايه الامتحان كلمه بارجولاري اللي احنا قلنا قصته على المنازل سيف سيفت وهي السرقه شوب ليفتنج اللي هو عندنا سرقه المحلات روبري السرقة بالعنف وكلمة روب اللي أنا قلتها لحضراتكم وجبتها لكم The thieves robbed me of my money They robbed the bank أتى بعدها المفعول به ثم of زائد الماني وهنا في اللحظة دي أتى بعدها المكان The thieves stole my money أتى بعدها الشيء المسروق الشيء المسروق اللي موجود عندنا عشان الجلسة على وشك بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بتمارين الاختياري مع محمد محمود تفضل تشارلز ديكنز رول جريت نوفلز طبعا تشارلز ديكنز ده كتب لو حضراتكم يعني مش عارفينه ده كتب عندنا نوفلز روايات تمام Thieves and criminals are sent to prison. سجن تمام برافو. People who borrow a lot of money get into debt. Debt تمام. A journalist writes for a newspaper. Raf. عايشة مسا طلع مسا من عند. رجع تاني. نجيب محفوظ. نجيب محفوظ wrote novels to describe in 20th century. Century. تمام. تمام. برافو. اللي بعد. The president interviewed sports stars on most favorite TV programs. تمام للبريزنترز interview. ايوه interview تمام. If you spend too much money you will be in debt. تمام excellent. Oliver Twist was born and grew up in a workhouse because he was an orphan. Orphan, yeah, team, excellent, bravo. If you don't have enough money, you can share a room with another person. Excellent, bravo. Life is full of situations which we must accept as we have no choice. No choice. أسامة عبد المجلي, bravo عليك. تمام كويس خالص تمام 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 اللي بعده انا مستر اتفضل يا ايمان ماي فريند هتبقى رقم بي انفايتد ايوه بي تمام دعاني
برافو برافو عليك يا إيمان، تمام ما شاء الله عليك. هتبقى رقم بي برضه. So earn enough money. Excellent. برافو. اللي يكسب. برافو. هتبقى أسرع عشان تعبير عن حقيقة. يا بنت الحلاوة دي. برافو عليك. ما شاء الله عليك. تمام. هتبقى رقم دي دي. فعلا كانت الحياة بتاعته هارد. ممكن جابتك برافو عليك. في واحد ممكن يقول لي يا أستاذ طبيعي، أقول له الثلاثة دول شبه بعض يعني حياة، لكن هو طبعا الوحيدة المختلفة هارد بالذكاء هنا أختار الحياة الصعبة. تمام. عادل إمام هتبقى رقم سي دي ولا لا؟ فين اخترت انت؟ عادل إمام ذا بيست رقم سي. نو سي فعلا بيست نون، معناها مشهور أو معروف. وبرافو عليك يا إمام. تمام برافو. اللي بعده انا. تفضلي يا ايمان الثانيه. هتبقى نمبر سي اللي هي طبعا مجازين يعني تشارلز ديكنز طبعا معروف، ما بيكتبش غير كلمه في نوفلز when he worked as a journalist، يعني لما كان بيكتب نوفلز روايات فعلا كان بيكتب نوفلز. برافو عليك. تمام. بعد كده نمبر بي ايه دي ما تقريهانا عشان نبقى ماشيين. هاف براذر هي اجابه صحيحه طبعا. ماشي تمام. بعد كده انا شك بين ات وان لا هي لا ات ولا ان ليه؟ ها مش بجوار البحر. يبقى فين كلمه بجوار؟ انا عايز حرف جرب معنى بجوار. باي. باي فعلا الاجابه ان هي باي. هنا باي لما قلت باي ذا ريفر يعني بيسايد ذا ريفر يعني بجانب. تمام. بعد كده نمبر ليه مورا يدونا. ماشي تمام برافو عليك. الاخيره هتبقى ايه عشان جاب بعديها مفعول به. طبعا ما هي مش المفعول به فعلا هي كلمه ربد سرقوا مني مفعول به اوف والماني. واجابتك ممتازه وانت ممتازه. تمام. اللي بعده. نعم يا مستر. تفضل يا حاج طه توكل. تشارلز ديكنز is best known for his novels. Excellent. برافو عليك. The adults كان كان adults فعلا هي كان بي مكتوبة خطأ هي بي اي دي. كان بي اجابتك صحيح. For their deeds. We can an exciting play in the theater. برافو عليك ممتاز. تمام. نعم يا أسامة. رقم 21 بس عشان احنا طلعنا الزوم. اهو. سهر عندك الاجابة؟ زهرة أسامة؟ أسامة؟ أيوة تمام مستر. ماشي. أيوة تمام. تمام. 24 24. The police found the lost child and took him back to his family. تمام فعلا رجعوه تاني كويس. I must be earned for my work so that I can support my family. تمام لازم طبعا علشان ان حضرتك وانت ممتاز واجابتك ممتازة. اللي بعده. انا يا. تفضل يا شيخ عبد الله. Because the man and his wife didn't have children. ايوه. They admired. يا راجل. الراجل الراجل ومراته ما عندهمش اولاد. يتكيف يتكيف يا مستر نمبر بي. يتكيف.
يتكيف مع طفل ولا يتبنى طفل؟ فين الإجابة الصحيحة يا عبد الله؟ حد يساعد عبد الله؟ تبقى مثلا بياك نمبر A اللي هي adopted اللي هي معناها يتبنى، انما adapted هي انا معناها ايه؟ يتكيف. الواحد ما عندوش اولاد فبيتبنى. تمام، كلمه كده من اعدادي فعلا. جانج، جانج معناها العصابه. برافو عليك. تمام، اي هاف يد تبقى نمبر ايه. سامري، برافو عليك. تمام، زي وز ا ان ذا هتبقى نمبر سي يا مصطفى. نمبر سي برجولار. هناك لص في البيت وايل ايفري وان ووز اسليب ات هوم. يعني هو هنا برجولار، برجولار اللي هو فين كلمه برجولار؟ سي دي برجر، دي نمبر سي اسم الله عليك. بي يا مصطفى. اه كده، انت ركز في الكلمات اللي شبه بعضها دي. ده البرجر، عارف البرجر؟ ايوه. طيب امال ايه يا جعان انت ولا ايه؟ ذا سيف هو تبقى نمبر بي. ربد، ربد لا ياتي بعدها الشيء المسروق. امال مين اللي بيجي وراه الشيء المسروق؟ اه تلا يا مصطفى. اه لا هي بص هنا عشان الجمله في الماضي هتختار كلمه ستول، انما ستيل دي معناها اللي الحديد. اللي بعده انا فاضل يا حبيبي. يلا عمر. هاي هتبقى الاولى كريمنالز. برافو عليك جدع يا عمر. تمام، دجال هتكون الاخيره. جيت نابد. تمام، برافو عليك. ايه انت الاولى دي؟ اسيل، بنت اسمها اسيل. تكون نمبر سي. نمبر بي، نيس بنت تاخد. طبعا شي از ماي سيستر دوتر، بنت اختي، يبقى نيس. تمام، ايوجوالي بتكون نمبر سي. سي في البوكيت، ماشي. تمام، الفاكتوري هتكون مانجر. طبعا هي مانجر وهو المدير، وفعلا اجابتك صحيحه. ممتاز يا عمر. اللي بعد. ايوه يا مستر. يلا يا حاج محمد. I introduced my new friend to my family and they welcomed him. ممتاز كالعادة. تمام، فاجن ده حرامي، ده كبير العصابة، ده is a criminal who trains boys to be thieves. Excellent، برافو عليك. Oliver saw the boys taking something from Mr. Brownlow. براولو. طبعا شايف الفعل هنا عندنا سو، رأى. طبعا هو رأى جزء من الحدث، لأنه لو كان طبعا رأى الحدث من أوله لآخره كان استخدم الفعل في المصدر بدون تو. وطبعا لو شاف الحدث من أوله كان بلغ البوليس. ماشي. Oliver realized that he can't live as a thief and runs away. وهرب. تمام. While breaking into the house at night he was shot. طبعا بينما يقتحم البيت ليلا اطلق عليه النار. He was shot. Shot اسمها shot. Shot. He was shot يعني اطلق على مبني المجهول. He was shot. اطلق عليه النار. لكن لو قلنا shout يعني he was، ما ينفعش was ويجي وراها فعل كمان ثاني. لكن هنا استخدم تصريف ثالث عشان بقت مبني للمجهول. تمام. اللي بعده مين؟ انا. تفضلي يا نهى. اول واحده تبقى مستر سميلي. ليت اوليفر. ها نمبر سي.
فعلا لان let بياتي بعدها المصدر بدون تو. برافو. تانية واحدة تبقى up. يكتشف اسمها found up. away. ها حد يحصل نهى؟ out. find out اللي هي بمعنى يكتشف. تمام. كلمة في كلمة أخذناها أخذنا كلمة finally في النهاية أخيرا. ها off. لا ما أخذناش off في النهاية. أنا في language notes دي في المذكرة لسه واخدينها. اللي قلنا عندنا at the end of end at أقولها at تقول لي end at 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 the end at the end ولا in the end. ها at at حد يرد عليا انا ما اتكلمتش. ان يا مستر. اه ان انت أقول انا قلت ان يا مستر. طيب ما انا عارفك. طيب ما انت بس ما قلتلناش السبب. امتى اقول ان ذا اند وامتى اقول ات ذا اند؟ ان ذا اند لو كانت بمعنى فاينلي، وات ذا اند لو كان في اوف اللي هي في نهايه شيء. واجابتك صحيحه. تمام. أربعة واربعين يا نوح. 44 هتبقى نمبر دي ان. عايز كلمة بمعنى بمفرده لوحده. on his own. On his own معناها بمفرده. مستر بامبل was angry يا نوح. تبقى نمبر بي. نمبر بي فعلا angry was. تمام. طبعا angry was ودي إجابة صحيحة. هي الجملة ناقصة طبعا بتاعت 45. يعني المفروض مستر بامبل was angry with Oliver. يعني في كلمة Oliver هنا مش باينة ما تكتبتش، يعني اكتبها. مستر بامبل was angry with Oliver. اللي مش عارف كلمة Oliver اهي موجودة اهي، ادي كلمة Oliver اللي مش عارفها يعني. اللي بعده مين؟ انا. يلا يا ولع. هتبقى رقم سي. The parliament should pass struck at Glasgow. القوانين. تمام برافو. الثانية هتبقى the boy spent a lot of time هتبقى watching لأن الوقت بيجي بعديها الفعل في ing. إيه الحلاوة دي يا بنتي؟ بتاخد درس عند مين أنت؟ إيه الحلاوة دي؟ هتبقى التالتة هتبقى the problem is solved and singles هتبقى هتبقى رقم بي words. طب انت بتقولي the problem is solved يعني المشكلة اتحلت. ايوه. and singles are والاشياء اصبحت اوك بخير. أوكي. بخير اهو كده اسم الله عليك. طب انا متلخبطه بيناتهم يعني ما انا قلت ان ممكن تكون هي اتحلت ورجعت ساء الثاني. طيب كلمة bad يعني سيء. تمام. وكلمة wrong يعني خطأ. دول صفات. worse يعني أسوأ لما قارن بين حالة والحالة الأخرى. لكن هو قال لك المشكلة اتحلت والأشياء أصبحت. لو لاحظت إن bad worse wrong الثلاثة حاجة واحدة بتدل على إن شيء مش كويس. يبقى الوحيدة اللي مختلفة هي مين؟ أوكي. أوكي. ماشي. It is important تبقى أول واحدة بلان. هاي زي بعض صح. يا الله. يا راحت فين ولا يا أخونا؟ يا مستر انا دوري خلص. لا في واحده صح نسيت. هتبقى رقم سي. برين ستورم. ماشي. برين ستورم. العصف العصف الذهني. طبعا هي جابها فعل هو المره دي. تمام. اجابه صحيحه وتاخذي لك تسقيفه. اللي بعده
51 عند مين؟ مع الكل ده مع بعض يا مستر، انت قلت كل كلنا مع بعض. I really wanted to do something to help other people in my time. Free. Free time. Excellent. يعني الوقت الفراغ. برافو عليك. عايز واحد يديني كلمة بمعنى free time. يعني وقت الفراغ. كلمة تسويها in English. ليجر. ليشر. ايوه ليشر. ليشر تايم. وكلمة تاني اديتها لكم اللي كتبوا ورايا. كتبتوهاش. سبير تايم. سبير. سي بي اي ار اي. Do you have any suggestion for work I can do? تبقى بي يا مصر. فعلا عبد الله بنمبر بي اللي هو العمل التطوعي. برافو عليك يا عبد الله، انت الوحيد اللي رديت والباقيين فطسوا. Since my uncle traveled abroad I haven't heard from excellent ايمان مجاهد. تمام. I appreciate يعني اقدر the girls who help their mothers in تبقى ان نو اوف يا مصر اوف وول ليه؟ قلت لحضراتكم لما اقول هيلب اني وما استخدمش مفعول به، اذا استخدمت مفعول به بتستخدم ويز، وجعل المربع اللي كتبته بايديكم. If you talk to someone who is older than you don't end the ديالوج. يا راجل بتتكلم مع واحد هي ديالوج يا مستر. سي هي ديالوج. هي لا كن هتبقى هتبقى ايه هي مستر كونفرسيشن. يعني ايه كونفرسيشن؟ الحديث، الحوار. لا تنهي الحوار اولا. والنهارده ان شاء الله today we are going to talk about chapter 3 the treasure island. The next morning Mr. Trelawney asked me to take a note. طلب منه خد هذه المفكره المذكره to long John Silver. وقلنا John Silver ده الشخصيه اللي هي كانت بتعمل بتجمع كل مكونات الكنز واطلق عليه النار القبطان فلانت هنعرفه بعد شوية. وده اضطر ان هو يقطع رجله بنفسه. يعني I went to the inn which Silver owned. Silver ده كان يملك حانة. It was full of people. بقول انا رحت له طبعا هناك ولقيته الحانة بتاعته مليانة بالناس. But I soon saw رأيت a tall strong man with one leg. يعني رجل طويل ولي رجل واحدة. He looked very happy and seemed to know all of the people there. كان مبسوط لما شاف النوت، لان هنعرف ان النوت دي اصلا كانت بتاعته هو في اليوم الايام. I walked up to him and gave him the note. When he saw that it was from Mr. Trelawney, he looked surprised and said, oh, you must be the new ship's boy. اكيد انت الولد اللي هتكون معانا على السفينة. At the small moment, one of the men in the inn quickly left the room. في اللحظة دي واحد من الرجال في الحارة بسرعة ساب الأوضة ومشي. I saw that he had three fingers on one hand. يعني في إيده فيها ثلاث أصابع. فاكرين مين الشخصية دي؟ فاكرينها؟ Black Dog. Black Dog. Black Dog. I called. Stop him. أنا أول مسكته. أمسك أمسك. طبعاً. Yeah, stop him. He didn't pay for his food. Call Silver. هنا طبعاً عمنا الولد اللي بيحكي الحكاية بيقول ايه stop him stop him. طبعا نادى، لكن عمنا سيلفر قال له اوقفه ده ما شكله ما دفعش ثمن الاكل. يعني to one of the helpers, the helpers ran after the door. Do you know that the man, that man, انت تعرف الولد ده؟ ده سيلفر بيسأل الراوي بتاعنا. Black dog is it? Silver asked me. Yes, he was one of the men who attacked my home. قالوا ده واحد من الرجال اللي هم هجموا على بيتنا
طبعا سيلفر ما وضحلوش ان هو يعرف بقى كل المشاكل يعني. He was one of the men who attacked my home. Did Mr. Trowley tell you about that? I replied. قال له يا مستر سيلفر هل مستر تراولي اخبرك عن هذه الحادثه؟ Yes, I have seen him in my inn before. He sometimes comes with a blind man. قال له ده بيجي عندنا ومعاه واحد كفيف. The blind man is called Pew. اهو انت حضراتكم لو لاحظتوا بدانا الرجل الاعمى بدانا نعرف كمان ادي اسمه. He was with Black Dog when they attacked. قالوا دول كانوا مع بعض لما هجموا علينا. Then we must catch them paws, said Silver. قال له خلاص نقبض على الاثنين. However, the helper returned and said he couldn't catch Black Dog. يعني رجع اللي بعته أخينا قال له أنا ما قدرتش أمسك عليه. طبعا دي حركات هنعرفها هم عاملينها مع بعض. Well, we must return to Mr. Trowley, said Silver. We walked back along the harbor. اللي هو harbor هو معناها الميناء أو المرفأ. هاربر هنا ده اللي هو ده اللي انت شايفين الكلمه دي معناها الميناء او المرف. باست اوف ديفرنت سايد يعني باستنا مرينا على قوارب ذات احجام مختلفه. اول بريبيرينج تو جو تو ذا سي كلهم جاهزه هتنزل البحر. سيلفر تولد مي اول اباوت ذا بوتس اند ان يو ذات هي واز ا جريت سيلر. كان بيحكي لي سيلفر عن القوارب وعرفت انه هو بحار جيد. We found Dr. Levy with Mr. Trowley when we returned to his hotel and told them about Black Dog. بيقول أنا يعني رحنا للفندق ولقينا مستر تراولي ومعاه الدكتور اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو مستر دكتور ليفي وحكينا له على Black Dog والبلايند مان والكلام اللي احنا شفناه من شوية. There is nothing we can do now, said Mr. Trowley. We leave at 4 o'clock this afternoon. قال له احنا ما عندناش حاجة نقدر نعملها احنا النهاردة بعد الظهر هنغادر. Get your hat يعني احضر قبعتك يا جيم اللي هو البطل بتاعنا. We will go on the ship now he said to me. يلا احنا هنركب السفينة. It took some times to reach the Hispaniola اللي هي اسم السفينة اللي هم استأجروها. When we walked onto the big ship the captain القبطان اللي جابوه يقود هذه السفينة اسمه سمولت did not look happy to see us. اول ما شفنا لم يبدو عليه السعاده. What's the problem? asked Trowley. I don't like the men on the ship and I'm not happy about where we are going, he said. قال له انا لا عاجبني الناس البحاره اللي جبتهم لي اشتغل معاهم ولا عاجبني المكان اللي انتم عايزين تروحوا له ده مكان خطير جدا. Why not? asked Dr. Levy. I was told that the destination, لو فاكرين destination اللي هي الجهة المقصودة أو المكان المقصود of the journey was a secret. يعني قال له طبعا احنا عامة المكان هرحل له ده سر. He explained. But the crew tell me we are looking for a treasure. Crew اللي هو طاقم السفينة. Crew قال له لكن أنا سمعت أنت قلتوا لي ان المكان اللي احنا رايحينه ده سر محدش يعرفه لكن عرفت ان الطاقم كله عارفين احنا رايحين ندور على كنز. I know that looking for treasure always means danger. قال له انا دايما اعرف انه البحث عن الكنز دايما يكون مصحوب بالمخاطر. And when I go on a journey I like to be able to choose my own crew. طالما احنا رايحين رحلة المفروض انا اللي اختار الرجال مش انتم مش حضراتكم. Don't you like the crew we chose? asked Mr. Trowley. If I sail with them, I want you to stay at the front of the ship for all the journey and to keep guns with you and don't show anyone the map, said Smollett. Smollett قال له بص يا مستر تراولي عايزني اروح معاكم انت حضرتك تفضل قاعد في مقدمة السفينة وتخلي الأسلحة كلها معاك واوعى تخبر حد ولا توريه الخريطة اللي موجودة معاك أبدا. طيب وبعدين قال له بص حضرتك Are you worried there will be بص الكلمة اللي جاية كده mutiny اللي هو هتعرفوها طبعا من الترجمة لو انتوا حضراتكم
خدت بالكم عليها وادي معناها. طبعا اللي هو التمرد اسك الدكتور ليفي قال له انت خايف ان يكون هناك تمرد. It's my job to keep you safe. That's all. It's my job to keep. هنا قال له أصلا كده أنت خايف أن يكون هناك تمرد. فده أنا وظيفتي إن حافظ على الـ Mercedes Mollis. And walked to another part of the ship. And walked ومشي وراح سابنا وراح إلى مكان آخر. I think you have to got men on the ship. دكتور ليفي بيقول له يعني اعتقد ان في اثنين كويسين موجودين على السفينه. ذات از لونج جون سيلفر بيقول له ان سيلفر ده معانا اللي معانا راجل كويس ابو رجلي واحده ده راجل كويس ما يعرفش ان هو زعيم العصابه. I know long John Silver is a good man said Mr. Crowley but I don't see Captain Smollett. طبعا هنا ايه بدات الحكايه don't see Captain Smollett is يعني هنا بيقول له والله خلي بال حضرتك انا عارف تمام ان جون سيلفر دري كويس لكن كابتن سمولت لا اعتقد يعني don't think سمولت يعني لا يعتقد ان سيلفر ده كمان طيب يعني القبطان ده مش متفق معنا في هذا الرأي. The Hispaniola finally left Bristol and يعني تركت المدينة بريستول and our long journey began وبدأت الرحلة الطويلة. سيلفر was able to walk around the ship on one leg. كان سيلفر ده بيتحرك في السفينة برجل واحدة مستخدما معاه كراتش اللي هو بنسميه العكاز اللي يعني بيستند عليه الايه الناس اللي هو يعني المعاقين. All the men liked him. كل الرجال كانوا يحبونه. And he was a good cook. كانت وظيفته على السفينة طباخ. His kitchen always clean. مطبخه دائما نظيف. When he wasn't working, he looked after his parrot. Parrot معناها البغبغاء. البغبغان يعني. كان معاه بغبغان جميل كده. He called it Captain Flint. كان مسميه Captain Flint. وهنعرف Captain Flint ده يعني كان القرصان الأكبر بتاعهم. And said it was 200 years old. ودائما كان يقول لهم ده عمره 200 سنة. The parrot could talk too. كان بيقدر يتكلم بعض الكلمات. Which always made me laugh. وكان يجعلني أضحك. One night before I went to bed, I decided to eat an apple. قلت أكل تفاحة وروح أنام. Apples were kept in a big barrel اللي هو معناها برميل اهو برميل. Which is I climbed inside. قال انا يعني تسلقت ونزلت فيه because it was nearly empty لانه كان تقريبا فاضي فيه تفاحتين ثلاثة كده فنزلت قلت انزل تحت اجيبها واطلع. Before I left the barrel وانا جوه البرميل I heard a man talking near me. لقيت واحد بيتكلم. It was silver. انه سيلفر الطباخ. And what he said was terrible. وما سمعته يقوله كان أمرا فظيعا. On this journey, Flint was the captain. بيقول لهم فاكرين الرحلة بتاع الزمان؟ Flint كان القبطان اللي هو مسمى البغبغان على اسمه. He said, it was then that I lost my leg. في الرحلة دي أنا فقدت رجلي على إيديه. And few was blind. Became blind. Pew أصبح كفيفا. After the journey I bought a lot of money in the bank. بعد الرحلة دي أنا حطيت فلوس كثيرة في البنك. It was a great journey and most of the same crew are on the ship today. وكل القراصنة اللي كانوا معانا على السفينة الآن هم أنا جبتهم كبحارة موجودين معانا هنا. You want to be able to return to Bristol after this journey. قال له انت طبعا بيقول لهم احنا مش هنرجع تاني لبريستول بعد هذه الرحلة. قال له طيب وحضرتك اسد انظر سيلور كولد ديك اللي قال العبارة دي واحد اسمه ديك بحار. What will happen to your inn وانت سيلفر الفندق الصغير والحانة بتاعتك هتعمل فيها ايه هترجع لها تاني. قال له لا I have sold it ده انا بعتها قبل ما اجي معاكم. سيد سيلفر يعني ناوي. My wife has the money and it is waiting for me to return in a secret place. الفلوس مع مراتي
وانا ما اخبرتها انها تنتظرني في مكان سري. And after this journey you will have lots of money too. وبعد الرحلة هيكون معانا فلوس كتيرة جدا. Another man joined them and said, I am tired of waiting. أنا قرفت من الانتظار. When can we attack Captain Smollett? إمتى نهجم على Smollett القبطان ده ونخلص عليه؟ You must be patient, said Server. قال له كن صبورا. تراوني هذا ماب. تراوني معاه الخريطة. So we wait until they have found the treasure. إحنا هنسيبهم يطلعوا الكنز. We might also want Smollett to take us home before we attack. لأنه لازم عايزين Smollett ده يرجعنا تاني لأنه هو القبطان. يرجعنا تاني بالسفينة وبعد كده نهجم عليه. You shouldn't wait that long. Another sailor واحد تاني قال لا أنا مش عايز استنى ده كله يا عم. You are like the other, said Silver. انت قال له زيك زي الآخرين. مش مستعجل. مستعجل ليه؟ You want to do things quickly. That's what you and friends wanted to do. What happened to them? قال له خلي بالك. You وفلنت كانوا زي حضراتكم دايما مستعجلين. واحد فيهم أصبح كفيفا والتاني مات. I began to realize that Silver was not only a cook. أدركت الآن أن سيلفر ده ليس مجرد طباخ. But he was also a pirate. Pirate يعني قرصان. هالكلمة دي معناها قرصان. And the other crew were part of his gang. كلمة gang هنا معناها العصابة. No, we wait, continue Silver. قال لهم لا ده احنا هنستنى لازم ننتظر. When the time is right, عندما يحين الوقت. I will kill Trowley. Trowley. أخلص لكم على Trowley ده. وعند his friends. Now, Dick, can you get me an apple? وانت ديك روح هات لي تفاح. والتفاح موجود فين؟ في البرميل. ومين اللي نايم في قعر البرميل؟ البطل بتاعنا. ونشوف اللي هيحصل. When I heard these words, I was very frightened. أصابني الرعب. However, before Dick came to the barrel, I heard another sailor call out. قال أنقذني. هنا بيقول إيه؟ I can see land. رأينا اليابسة. اقتربنا على اليابسة. دي طبعا أنقذته. قال It was this news that saved me. أنقذتني. Because the sailors now all forgot about Abel. ساب التفاح وما دوروش عليه. We were near the treasure island. وصلنا إلى جزيرة الكنز. وهكذا ينتهي شابتر 3 زي ما حضراتكم شايفين معايا. ونلتقي إن شاء الرحمن بعد ذلك في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.